ضيفي لليوم فنان بينبض بالحب بالفرح والطرب، صوت وخامة استثنائية ما بتشبه حدا. ضيفي لليوم نجم مليء بالحماس وروح الشباب، حمل راية الأغنية السورية بمفردات التراث والماضي والأرض، تفرد بطريقة غنائه وبتعبيره، فكان نجم بحجم صوته من زمن العتابة والمجنة والأوف. مساء الخير الكينج وفيق حبيب، أهلا وسهلا. مساء النور، شكرا كثير على المقدمة اللطيفة والجميلة مثلك يا حبيب القلب. أهلا وسهلا فيك دكتورنا الحبيب. بدي أقول كمان مساء الخير كمان ضيفنا رجب أنجام عازف العود، حيرافقنا خلال الحلقة. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. وفيق خليني هيك بلش فورا، مقل جدا بإطلالاتك الإعلامية، شو السبب؟ هل مزاج شوفة حال أم استراتيجية بيحسبها وفيق حبيب؟ والله كذا سبب، يعني بدي سببين. سببين. السبب الأول قبل ما نحكي شو السبب، زعلنا الشباب والصبايا كلهم كرمال حضرتك يعني، وبالعكس بنتشرف يعني فيك وفيهم يعني، أكيد ما بتمنى حدا يزعل مني لأنه يعني عم يتواصلوا معي، بس أنت مثل ما بيقولوا عنا بالساحل قرقت راسي يعني. طب ماشي سنة بنظبط بس ايه. اليوم ارتحت مني خلص. لا بالعكس بتشرف فيك وفيهم. والله ما بحب انا يعني طبيعتي ما بحب استهلك كتير يعني، بحب كل فترة واحد انه اليوم اذا المادة تبعك كل يوم تطرحها بيصير ملل وروتين وكذا، ما بحب هيك. خلص كل فترة زوروني كل سنة مرة مثل ما بيقولوا يعني. هلأ حتروح قديش؟ هذا يعني شي سنة زمان معنا بلكي. هذا السبب الرئيسي يعني بصراحة يعني. وفي سبب تاني؟ السبب الثاني يمكن قلة مروي او شيء او كذا او هيك. المشكله هلا بعد ما صار هاي السوشيال ميديا، صار كل واحد عنده قناه على اليوتيوب، وصار يعني بيحسبها ماديا ولا معنويا ولا حتى صارت اسرع يعني. وانت قاعد بالبيت اذا خطر ببالك موال بتغني بتنزله على اليوتيوب، بتفكر يكون بديل مثلا، تعمل صوره بتنزله على اليوتيوب يعني. كله بصراحه كله هلا صار عم يجيب فلوس يعني، وعم يجيب بيقبض عليه مصاري يعني. طبعا لذلك أريح بالبيت، أريح لك يعني. دائما بجيب مثلا أبو حسن الأستاذ رجب، بنعمل بننزل على اليوتيوب، بدل ما أطلع لقاء لا بخلي الناس تشوفني على قناتي، أو بخلي تسمع أغاني أو الكليب يلي عملوا أنا. هاي الأسباب يعني. بما أنه رجب هلأ هيك متحمس وحمل العود، رح نسمع شي بلكي موال أو ما بعرف شو حابين نبلشه قبل ما نبلش الجد بالحلقة. طيب يلا. إن شاء الله غيبتك عني ما تنعاد، لأن جروح اللي بقلبي آخ ما تنعاد. إن شاء الله غيبتك عني ما تنعاد، لأن جروح اللي بقلبي ما تنعاد. يا يما الولف عديري، يا يما الولف عديري، ما تنعاد ما تنعاد. لا لي وجمع يشمل الحباب. والله الصوت حلو صابت بالاستوديو. نعجبك نعجبك. ايه هاتي عشان تعيدها دكتور. لا شوف شوفيه وفي اليوم بتقول يعني قلدوك، في ناس قلدت وفي حبيب. هلا هو التقليد فن، انا بشوفه بحد ذاته التقليد فن يعني. في كتير ناس بتطلع باهم البرامج العالميه بالعالم، والتقليد صعب مو بالامر السهل. انا بنبسط وقت بسمع او بشوف حدا مقلدني. طبعا انا يعني وقت اللي بكون انا اخذ خط لحالي، فمعناته هذا يعني هذا شهره يعني، اخذت خط معناته انا الحمد لله شخص ناجح عامل شيء بالحياه. قبل ما تاخذ هذا الخط قلدت حدا؟ انا طبعا قلدت كتير كان، وكنت مبسوط بتقليد الراحل فؤاد غازي. فؤاد اكيد غازي. الله يرحمه. وانا قلدت كمان الله يرحمه بسام بيطار. الله يرحمه. وقلدت الله يطول بعمره عادل خدور. الا اذا ما قلدت استقل لك شغلي عني. انا اخي في اي بي، انا بقلد بس بصوتي يعني. بمعنى انه انا اذا سمعت اغنيه مثلا لوقت غنيت انا تعب المشوار، غنيتها بصوتي مو بصوت فؤاد،
بس ما زحت عن اللحن، ما زحت عن التوزيع، ما زحت عن الأساس، عن الميلودي ما زحت، بس بغنية بصوتي بخامتي أنا. كنت تسمع إطراء من صاحب العلاقة؟ كنت تسمع؟ أنا أخذت شهادة فيها من أبو فادي الله يرحمه، من فؤاد غازي طبعا. أنا وقت سجلتها ما بنسى بحياتي، سجلتها وتوزيع مجد جريد أبو جهل وتحية كبير كتير الأستاذ مجد طبعا، وزعتها وطلعت لعند الأستاذ فؤاد قلت له عامل أغني بدي أسمعك يا. أول ما بلشت الموسيقى بعد ما بلشت بالفالت ما بنسى أبدا صار يبكي وقال لي رجعتني شي 20-25 سنة لورا. الله يرحمه. قلت له قال طبعا الله يرحمه. قلت له يعني بنزل الأغنية؟ قال لي طبعا. أخذت أوكي منه. هي طبعا. كنا حنحكي خلينا شوي هلا نأجله شوي تاني. نعم. بتحس انه مثلا في مدرسة وفيق حبيب اليوم مدرسة صرنا والله لك كلمة مدرسة صعبة شوي يعني، وبعد بكير علي يعني انا ما يعني اول شيء ما كنت احب المدرسة بصغري يعني بصراحة. سمعت. ووصلت للجامعة ويمكن من وراء الحياة ومن وراء بتعرف انا ابن ريف يعني ابن ضياع وبتشرف طبعا، كانت الحالة المادية بصراحة كانت كتير صعبة يعني، وأنا كان عندي هواية من طفولتي وكان عندي هدف بحياتي يعني أني صير غني وكذا، والحمد لله نجحت بحياتي وهي الحياة أكبر مدرسة بالعالم. بس قل لك في مدرسة اسمها مدرسة وفيق حبيب أنا ما فيني جاوبك. فيك تسأل الملحنين، فيك تسأل المطربين، فيك تسأل الموزعين أصحاب الاستوديو يعني، في ناس هي بتعرف إذا أنا مدرسي ولا لا، مع أني أنا يعني أنا ضمنياً إرادتي قوي وثقتي بحالي كتير كبيرة، بس كلمة مدرسي يعني صعبة شوي. البدايات كانت من مدارس اللاذقية، من جامعة تشرين، كنت تعمل هذه الحفلات اللي على الضيق مثل ما بيقولون، شهرت بالأغاني القديمة بالمواويل والعتابة. شو تغير فيك اليوم غير أنه يمكن هالنضوج بالصوت؟ شبنا شوي. شبنا وزادت الخبرة بالحياة كتير. ودائما بحكيها هي الجملة، يا من كنا نغني لنسمع هلق منغني لنسمع ولا نقبض مصاري يعني بصراحة يعني مو عيب حقه الواحد. لا هي صارت وسيلة عيش أكيد مهنة وسيلة مهنة عيش. بس أنت دائما وقت كنت اجتمع ما بنسى أبدا الله يذكره بالخير ببيت الشاعر أحمد إشحادي أنا وسائر وماهر، ما بنسى أبدا كانت تطلع معنا الأغاني بالفطرة بدون مصاري يعني، لا يعني لا أحمد ياخد مصاري ولا سائر ياخد مصاري، وأنا كانت حفلاتي إسا كانت بدايات يعني كنت ما أخد يعني كان مبلغ رمزي يعني إذا بدك يعني. هلا بتحسبها بطريقة تانية يعني هلا لازم أحسبها لأنه برستيج الحياة صار هيك يعني الحياة صارت هيك. مليارت من وراها؟ مليارت مو شرط ماديا، اجتماعيا، غير محبة الناس، غير المعارف. طبيعي على... طبيعي واحد ما... لا يعني هي لا ليك مليارد كبير. لا ما مليارد يعني كلمة ملياردير كبير يعني بتيجي لرجال الأعمال لنجوم كرة القدم الكبار للممثلين الأجانب. نحن للأسف لسه هاي الأجورات ما بلشنا ناخدها مثل برا يعني مثل بلاد برا يعني. أنت بس أقرب حدود هون بس يعني بينه وبين لبنان مثلا، مع احترامي للبنان يعني أجار المطرب اللبناني أكثر من السوري ما بعرف ليش. حاولت كتير أني أكسر الحاجز أنا ورفقاتي وكذا، بس للأسف ما بعرف ليش نحن هيك شوي صا مظلومين بهالقصة يعني. تكسروا يعني بمعنى تعلوا السعر هون ولا مو نعلي ناخد حقنا بس ما عم تاخد حقك هون بالحفلات؟ هلا هون أنا باخد حقي لأني أنا بدي هيك أنا مبسوط أنا قنوع. عم تطلبوا شيء معقول مثلا حفلة رأس السنة قد ايه بتكلف؟ ما هلا حفلة رأس السنة غير كل الحفلات، هلا عندك بالسنة 4-5 مناسبات، هدول شو ما حط الفنان حقه يعني. صرت مزاجي بهذه هالفترة النضوج كنا عم نحكي عن تغير بشبنا وكذا، صار في مزاجية؟ اخي طبيعي ضغوطات الحياة تقفل موبايلك تقول يوم ما حرد حدا والتوسع الرقعة اللي كنت بتعرف. انا اول شيء بدايتي كنت اعرف 5 اشخاص، هلا صرت اعرف مثلا 5 مليون. طبيعي تكون شوي مزاجي يعني، لانه انت كمان عندك حق انه تطفي موبايلك، عندك حق ما ترد على كل الناس، لانه اليوم انت اذا بتحط بوست كنت انا ولا اي حدا تاني او انت مثلا على الفيسبوك اذا بدك ترد على كل واحد يعني بدك ايام يعني عن جد بدك ترد على البعض يعني. بحاول رد ويعني بحاول احيانا اقول شكرا جميعا كلكم ذوق يعني عم تشمل الكل يعني. احيانا برد بصراحه على رفقاتي الممثلين، على رفقاتي المشاهير، طبيعي يعني رد لانه هني كمان بيردوا لي نفس علاقات ومحسوبيات. ايه بس يعني انت بتعرف في كتير ناس فيك يعني على الفيسبوك طبعاً. ما فيك ترد على الكل يعني وعلى الجميع وعلى كذا. كم مره فشل وفيق حبيب؟ كم مره فشلت بحياتك تقول هون كانت سقطه وتعلمت منها ونهضت؟ حبيب
ما في طريق بالعالم بدون فشل، والفشل يعني بالعكس بيقويك أكثر. وأنا كتير فشلت بحياتي، كانت مثلا أحد الشغلات مثلا كنت أطلع حفلات مثلا ما يجي علي نص الناس. هلا هو فشل بجوز فشل حفلي، بس أنا ما بقول والله أنا لأنه ما عندي غير نص المطعم معناته أنا فاشل، لا. إذا قلت هيك معناته الحفل الجاي ما حيجيني ربع العالم. بعرف ليش، مثلا شو الأسباب. بجوز متعايد الحفل فاشل، بجوز المطعم مو منيح، بجوز التوقيت تبع الحفل خطأ. مو شرط لأني أنا مو منيح، لا أبدا. محطات كتير كانت فشل، يعني مثلا في أغاني ما زبطت مع أني تعبت علي كتير، وملحنين كان في شركة إنتاج وملحنين مهمين وكتاب مهمين، بس سبحان الله في هيك في أغاني بتضرب في أغاني ما بتضرب. لذلك اليوم ما في شيء عم يضرب. شو سبب؟ في حدا قال لي أنه مثلا ممكن تراجع أو صار الفنان عم يسترخص؟ بالعكس تماما، بالعكس صارت عم تكلف الأغنية اليوم رقم رقم رقم. في ناس بتقول لك ليش ما صورتها لهي الأغنية، هي الأغنية بتكلف مبلغ كبير، يعني ما بدنا نحكيها هلا على اللي بنحكي. بس صار في وسائل بديلة اليوم، في عندك يوتيوب فيك تنزل الكلمات الأغنية مثلا صورة لألك، وصار فيديو كليب ما بقى. حتى كبار النجوم العالم عم تساويها اصلا، يعني. نحن أخذناها من نجوم العالم، صحيح. يعني نجوم هوليوود ونجوم أوروبا ونجوم الهند ونجوم كذا، فهيدي وسيلة طريقة ثانية يعني طريقة أسهل. من مواليد ريف اللاذقية من كرم المعصرة، تحياتنا لكل حدا لك حبيبي بيعرفك وبيسمعك وبتحب كنت تغني التراث من أنت وصغير. اختاروك كعضو بالفرقة، فرقة المدرسة، كنت تغني بمدرسة بالابتدائي؟ لا. كم مرة هربان من المدرسة؟ كم مرة رايح على المدرسة؟ لا والله لك كنت شاطر أنا بصراحة، وكنت من المتفوقين، بس أول ما وصلت على بعد الثانوية كنت عن جد بحاجة إني أشتغل، فتترك الدرس أحسن. كنت عن جد بحاجة، يعني بدون مجاملات وبدون إنسانيات وبدون عينت. شفت لك يا ولد إسا بدك تدرس 6 سنين وشي بعرفني ماجستير، أنتوا جماعة ماجستير وجماعة الدكتور ومدري شو. لا مع احترامنا إلهم طبعا، نحن بحاجتهم يعني. صرت اشتغل وقصة طويلة. اشتغلت كذا قصة كتير. شو اشتغلت حبيب؟ ما خليت شي بيخطر ببالك الشاب فيه يشتغل وما اشتغلته. كان جهد، كان عضلات، كان كل شيء. مع احترامي وحبي إلهم كلهم، كوميك صالة، بيعيا نصيب، بيع الدخان، بالباطون، شو بدك حبيبي. وقت اللي كنت تشتغل كنت تغني بالشارع مثلا أو بالمطعم اللي أنت فيه؟ لا كنت إخجال. كان نحن كان عنا نحن أخبرك الخبرية، نحن كنا نخجل من اللون تبعنا. نحن هذا نحن أقوى شي فينا كسرنا الحاجز الخجل الشعبي. أقوى شيء أنا بموضوعي إني أنا كسرت هالحاجز. نحن كنا نخجل نطلع مثلا برات الريف، صرنا ننزل على المدينة. كان هذا اللون مو محارب بس كان غير محبوب، إنه والله شعبي، إنه لا يا أخي اللي بيسمع فلان. يعني كبار العائلات ما كانت تجيب مطرب شعبي أبدا، يعني الوحيد المطرب يلي بتسمى شعبي يلي وصل على إذاعة والتلفزيون هو فؤاد غازي وجرت المسبحة. يعني من فؤاد غازي لا حتى جيلنا نحن كان معتم على اللون كتير، كان معتم يمكن من ايدنا، اكيد من ايدنا، لانه اكبر دليل نحن اليوم. يعني انا اليوم يعني مع احترامي مع احتفاظي بالاسماء ما بدي اقول، يعني انا اليوم عندي تور هلا بشهر 3 ما اهم نجوم الوطن العربي كله صف حلو. اول كله صرت مطلوب اليوم، يعني من زمان صرنا مطلوب. كسرت هيدي القاعده، خليت الشعبي يكون هاد كان اقوى شيء، لانه نحن هاي التحفل السمينه يعني كان لي دور انا والشباب فيها. يعني مين كان، ما حقول منافسك، كان معك بهذه القصة؟ يعني أنا قلته وبرجع بخبرك يا أول من وصل بهذا اللون لهون هو علي الديك. علي الديك على العاصمة. نوجه له تحية لأبو جميل أكيد، تحياتنا له مدعو أكيد. طبعا هي يعني على زمن 5 صبايا والحاصودة هن اللي وصلوا على الشام. لحقتوا انت بهاجر وبخمس نحن غير هيك. انا وقت اللي عملت 5 صبايا وصلت على الشام لحقتها انا. حقنا الصبايا لهون فورا 5 صبايا لحقتها. قلت لاني اذا بدي ضل بالبيئه نفسها حتموت الاغنيه. انا ببيروت نفس الشيء وقت ضربت معي، يعني مع احترامي للشباب، انا اول من ضرب معه وطلبني على الموت بلبيك بلبنان. وجاني كتير تليفونات وكتير عروض انه تعال 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 وبنعمل برامج وبنعمل كذا. انا ما بحب هيك،
وأنا الحمد لله مع احترامي للشباب كلهم أنا المطرب الوحيد يمكن يلي بقيت بالحرب وبالأزمة وبالكذا بسوريا. صار لك تسافر وما سافر؟ وبظن بظن الشباب ما سبقتهم، بس بظن ما سبقوني. يمكن سبقوني إعلاميا شوي بسبب شوية محطات تلفزيونية مهمة بلبنان، لأنه هني شغلتهم. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء أنا وياك ومدام دارين نجال، تحية كمان جماعة سوريانا أكيد وميرفا. هني سابقيني بهالقصة، يمكن سبقوني بشوية إعلام، بس كشغل وحفلات وسفر وعلاقات لا. ما عملت هذه العلاقات؟ شو بينقصك اليوم لتكون نجم صف أول سوري؟ مو ناقصني شيء أبدا. طيب بالعكس، أنا بالصفوف الأولى. وفيك تسأل اليوتيوب وفيك تسأل العالم كله. مين بينافسك اليوم سوريا؟ سوريا كل أغنية حلوة بتنافسني أنا. كل أغنية كلامها محترم، كل أغنية لحنها مرتب، توزيعها مهم، بتنافسني أنا. قبل ما أغني بتنافسني وبتعطيني فخر ببلدي، وبتعطيني أنه أنا لازم أعمل شيء جديد. حدا بينتقد بيقول أنه اليوم أنه تركت الشعبي وشذبته كتير ورحت على الأغاني الدارجة. نعم. أو المعاصرة والفيديو كليب، ولحقنا شوي حنصير لبناني. أنا بصير لبناني، بالعكس بتشرف أنا الأغاني اللبنانية من أغاني اللبنانية بالصفوف الأولى. تركت الأغنية الشعبية؟ ما تركتها أنا الأغنية الشعبية، كل حفلاتي ببلش من خمس صبايا لهاجر عم نحكي اللي عم تقدمه جديد. حبيب القلب، اليوم أنت ما فيك تضل لابس أصفر أو أحمر، بدك تغير لون، بدك تشوف العالم شو عم تعمل، بدك تتطور. كتير كتير من شبابنا ضلوا بالبلاطقية، حرام يعني 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 ضلوا يعني أنا بأسف عليهم. خامات مرعبة مرعبة، خامات أصوات رائعة، حرام ضلوا. لأنه ليش ضلوا على سوري منك يعني، مع احترامي لهم، ضلوا على الطبل وعلى الأورك. لك يا أخي لا، طلع شوف الحياة. اللون مهم، اللون الشعبي كتير مهم، سروي سروي وطني اللون الشعبي. نحن 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 يعني معلش بعد إذنك، نحن عم نجيب مصاري للبلد. يعني في ناس ما رح نفوت بهالدومان، يعني في ناس ما بتعرف كيف. نحن عم هي أغاني كلها عم تنتشر، هي كلها عم تجيب، عم تساعد بالبلد. يعني مثلنا مثل أي وزير، مثلنا مثل أي مدير، مثلنا مثل أي مذيع. أنت فهمان علي شلون؟ طبعا يعني طبعا يعني مثل لبنان عم يجيب نجوم، لبنان عم تجيب، عم تستقطب يعني عالم المغرب من 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 كلها عم تفوت مصاري على البلد. هي تطلع اليوم حفلات مجاني؟ بطلع بس وقت أنا بدي. بتكون حاسبة بطريقة؟ لا بطلع وقت أنا بدي، مثلا بطلع أنا بعرف وين أطلع. وبتعرف وين تطلع وتحكي. ايه. حنسمع هلا ونسمع صوتك. أعطينا بياتري. بيات من خطواتي وخطواتك تعب المشوار، ونسينا الدار، تعب المشوار. من خطواتي وخطواتك تعب المشوار، ونسينا الدار، والزوار نسيناهم جني يا دار، جني يا دار. اخ اي والله اخ، على وين الدرب مودينا؟ وعلى اي شط مرسينا؟ على وين، على وين الدرب مودينا؟ وعلى اي شط مرسينا يا بحر؟ يا
البحر يا بحر. والله سلطنا يا بحر اتركنا علمينا علمينا خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. يسلم الصوت حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله يحميلك هالصوت حبيب القلب. الصوت ورثته عن الوالد كان صوته حلو الله يرحمه وتوفى. الله الله يرحم امواتك جميعا. أكيد ورثي أكيد لأنه أبي صوته حلو ستي كمان صوته كان جميل. فكر يغني يعمل مطرب ولا وكان ضد أن يعمل مطرب أنا أصلا. ليه بقى؟ كان بده يعني يدرس. خزلته بس أثبتت له أني أنا نجحت بحياتي يعني توفى فخور بيك الحمد لله ومبسوط الحمد لله وأنا توفي وتوفى وأنا توفى أنا فخور بيك كتير كمان الله يرحم روحه الله يرحم والدك. ستي صوتها حلو أخوالي واحد منهم صوت جميل واحد منهم عازف كمان على مستوى الأستاذ عمار بوريج من جوله تحيه وخالي أبو نزيه كمان صوت جميل يعني ورطوني بس هاي الشغلة العيلة كأنه العيلة كلها ما شاء الله الحمد لله. بس لا أكيد ورتي يعني أكيد بس أنه أنت بعد بدك تعرف تسقل صوتك وتعرف تشتغل صح. انطلاقتك كانت بأواخر التسعينات أصدرت بوقتها عدد من الأغاني كانت سبب بشهرتك. تمشي الهوينة كانت من البدايات الله مع الله. مع هاجر خمس صبايا بالله خلينا نعمل تمشي الهوينة يلا الصول. آخ يا محلى السمرة أم الجدولي هلا بيزعلوا الشقرة يا محلى الشقرة أم الجدولي شفايفها حمرة وعني مشغولي يا ويل عيونا سهامة ترمينا يا ويل عيونا سهامة ترمينا تمشي لهوينا والموت بعينا سمرة رحالة من بيت المينا نجوم عديالة القمر عجبينا نجوم عديالة القمر عجبينا وبيت الشعر مصبت الله حتى اللي عند الوادي ويا يمين واشتقت الله سألت عليك الورادي يا ورادي خلف الوادي يا ورادي خلف الوادي غاب وغيرها العادي غاب وغيرها العادي هاد يلي ما بيموت يحمي لك هالصوت يا رب. وفيق تعاونت كتير مع فقر وماهر العلي هلأ كنا عم نحكي عنهم أيضا أحمد شحادي اليوم ليش بعاد عنك؟ لا بالعكس حدا قال لي ما بقى لا عول لا لا عليهم لا لا حب يجرب شي جديد بالعكس ليك أنا ما بخسر حدا وأنا نصحت الشباب هلأ هني أساتذة كتير وأكبر دليل يعني الأستاذ ماهر العلي يعني عم يوقف على أهم محافل الوطن العربي يعني على دار الأوبرا بمصر طبعا. يعني هذا شيء نجاح إلي ولإلك وللكل وللبلد يعني وبالعكس صباح يا ضيع عيوني صباح ولا أحمد شحادي يعني كلمات كان كتير كنت عمل ألبوم يمكن أحيانا لألون هلأ عم قلك يعني أنا حاولت طور حالي وأسرق شغلات أسرق شغلات فنية يعني سرقة فنية أكتر يعني سرقة أني شوف شو عم يعمل مثلا المطرب اللي سابقني لهالموضوع يعني أو أنا يعني أنا أول من سبق بهاللون على دخلت الشعبي عفوا دخلت الحديث على الشعبي بأغنية هلا عليك هلا وألف اسم الله عملت الحمد لله بس عملت يعني تحولنا فيها من محل لمحل يعني
وصورتها أنا، يعني أنا كتبت السيناريو، أنا عملت كل شيء يعني على التصوير. وأنا آسف ما عم بذكر أسماء لأنه عن جد صاروا كتار، يعني أنا آسف جدا من كل حدا. لا تبلشوا هلا بعد اللقاء ليش ما ذكرتني وليش قلت أحمد ما قلت. خلص بيسلم عليكم. أنا آسف خيو، كلكم على راسي وكلكم حبايب قلبنا وكلكم نرفع راسنا فيكم وكلكم كبار وكلكم نجوم، بس يعني عن جد واحد بينسى يعني. طبعا من الأغنيات اللي صورتها على طريقة الفيديو كليب كان دينامي. دينامي طبعا. هلا عليك نسمك علي نبي عين دينامي دينامي. والله العظيم انت محتال والله. لجب لك طير الحمامة دينامي دينامي ونبي عين دينامي 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 تجيب لك طير الحمامة دينامي دينامي وكل الدنيا من بعديك وضنا وغالي وكل الدنيا من بعديك وضنا وغالي ما بتسوى قشر الدوامة دينامي دينامي تعال بس بحبك يعني دخيل قلبك. يعني اليوم وفي خلص زمن الفيديو كليب هلا على الباين ايه ما بتفكر اليوم تصرف هالقد على يا حبيب القلب. اليوم الفيديو كليب حلو يعني، بس انت اليوم انت بنرجع من نفس القصه يعني، صاروا كبار نجوم العالم صاروا عم يستخدموا شيء ثاني يعني اربح اربح يعني واسرع. حبات التوت كان اخر واحد ولا في بعده شيء؟ والله شايف انه والله ما عم بتذكر حبات التوت بتخيل ما عارف. بعرف هلا شوي ثاني برجع بتذكر. بس الكليب حلو كان، حتى الكليب حلو يعني حبات التوت. اخ هيدي كسرت الدنيا. هاي الغنية انا بحبها وما بحبها. ليه؟ الله الله يذكرك بالخير يا فادي مرجان وعلي حسون. هاي الاغنية كانت سلاح ذو حدين يعني. بمعنى انا عملت بعدها احلى منها وظلت هي ظلت هي الجوكر يعني. يعني هلا يعني هلا وين ما رح مع العلم انا ضد انه والله هذا مطرب حبات التوت. انا يعني كان يدق مثلا احيانا يكتبوا على تعرف بلاد برا في عالم بيحبوا أغانينا كتير بس بحياتهم ما إجوا على سوريا. يعني أحد المرات أنا تور بأمريكا عين شفت كاتبين على الدعاية إنه مطرب حبات التوت. كمشت هالتليفون حبيب قلنا له متعهد عليك على حبات التوت على حبات الرمان وك يا أخي أنا تبع مطرب أغني أنا. يعني في ناس هيك بس ما بتزعل لأنه في ناس عن جد ما بتجي على البلد ولا بتحكي عربي أصلاً. فمنيح المعلقه فيهم ما بيحكوا عربي يعني يعني كم كلمه بس بيسمعوا ما بيحكوا ابدا. وانا قعدت معه ما بيحكوا بس بيسمعوا بيعرفوا مثلا الخمسه صبايا بيعرفوا حبات التوت بيعرفوا تهديد بيعرفوا طبيعة الموت بيعرفوا بيحسوا فيها بس ما بيحكوا عربي. لذلك المتعهد كرمال يجيب ناس يستقطب كتير ناس على الحفله مطرب كذا مطرب كذا هيك بيكتبوهن. تقبلت لا ما تقبلت لا لغيتها فورا رجعنا عندنا عملنا الديزاين جديد. يعني من الاغاني اللي صورتها كمان حكينا حبات التوت صبيه كانت صبي اخراج وليد نصيف يمكن وليد نصيف نعم. حتى كنت بدي اقول نصيف زيتون من وجهك تحيه نصيف وابو الياس حبيبي. كيفك انت نصيف؟ نصيف حبيبي. شو سر نصيف اليوم؟ نصيف مهم. انا يعني بحب نجاحه كتير بس يلي عم بيشتغله لسه اهم منه يلي هن شركه عنده كل هو كان. عنده كل مقومات النجاح بس يلي عم بيشتغله نصيف اكيد هو ما حيزعل مني يعني مهمين كتير. تسرعت شوي كانوا أهم منه بس هلا نصيف صار مهم كتير يعني. ما لقيت هذا التيم اللي يشتغل لك. برافو عليه لقيت بس طيب. ما لي خلاق ما فيني اتقيد. أنا مقيد هلا هو بشو؟ بكتير قصص ما بدنا نحكي على منه. ما في بيطلع كونترا مقيد هو بس هو راضي يعني ومقتنع هو ورضاه عن نفسه وصله لهون يعني. لما تقييدي أدمك بهالطريقة بظن أي حدا بيقول ايه بس أنا ما فيني ما فيني. عندك أنا بدي روح وإجي وشوف رفقاتي وبجوز أحضر عيد ميلاد دياما وغني فيه بجوز روح ألعب فوتبول مع الشباب بجوز روح عيد الميلاد خلص بجوز عرفت كيف. هلا هو في كتير قصص بتعرف كونترا هني شركي يعني طبعا هني حقه وهو حقه كمان بيفرضوا عليه ببقية بس أنا ما فيني هيك يعني شوي. عالصبحيات كانت مع جيني أسبر صورت من وجهلة أحية. كيف كان الكليب؟ صورت حتى مع روبا المأمون كمان ايه يعني صورت. كنت تروح تاخذ فنانه نجمه
تتقصد؟ هلا مع احترامي انهم لسه ما كانوا نجوم. نجموا يمكن في عالم عرفت تجوم. هلا بجوز ما من وراي يعني، بس هلا يعني الميديا بتخلي الواحد يصير نجم لك. هلا اليوم بتشوف واحد قعد على التليفون النجم السوري مع احترامي له ما عنده دورين. معلش انا بتعرفني ما بخاف من حدا بحكي يعني. كل واحد عنده دورين بتصير نجمي بتعمل لي شويه قصص وكذا، بصير عنده متابعين اكثر منه ومنه طبعا. وصايره كثير خي... ما صايره هيك الحياه، شو هاي الدنيا شو. اليوم اذا بتختار فنان مين بتطالع تكون الموديل تبع الكليب؟ لا خلص حاج لانه انحرقت الموضوع يعني. من الاغاني كنت نزل سنجل وتكسر الارض يعني، ان كانت انا بغار ولا ودعتك ولا وردات الجنينه، تهديد لا ترحلي بتشلي يعني لاحظ سنجلز وتنجح هلا. هلا اذا بنجمعهم كلهم بيصيروا برايك مدرسي ولا بيصيروا صف واحد ولا صفين؟ انا شهادتي مشروح، انا ما احكي ابدا اليوم، بس عم علق من دون تعليق بحكي لك بعد الهواء. لك اخي ان شاء الله نكون مدرسي يا رب. ليه كان سنجل كنت هي اخي السنجل درجه السنجل من اكثر من 5 سنين يعني، حتى شفت انت نجوم كبار صف اول صاروا يعملوا سنجل يعني. يعني هو الـ هو الـ هو الـ الله يرحمه ترابه ملك السنجل هو ملحم بركات. ينزل غنيه طبعا وينطر نجاحاتها سنوات. ما نحن كنا ننطره لحتى يغني، حتى نغني له اياها ليك. في ناس بتنطر المطرب تاني شو بده يغني. في كتير ناس مع احترامي لها بجوز صوت حلو بجوز حضور حلو بس عايشي على اغاني غيرها. غنيت لك انت غنيت لغيرك ما غنيت؟ انا بغني لغيري بالعكس، اذا اغني حلوه بتمنى اغنيها وبسلطن فيها. بس كمان في ناس عم تغني لي معناتها انا موجود، عرفت كيف؟ عندك شيك؟ بس في ناس لا الحمد لله، بس في ناس ما عنده شيء إلي يعني وبتغني للغير. غنيت لابو مجد وهيك يكونوا في منهم هيك تفهم لي كيف يعني. ليش طول بالك شوي بعدين يا حبيبي انت معلش لو حكينا شوي بيحق لنا بعد هال ربع قرن يعني. انت عندك اغنية ولا غنيتين طول بالك شوي هدية. وضربوا الاغاني وبرافو عليك والله يوفقك وصرت خيو صرت مهم صرت عم تطلع تغني. سروق شوي على صحتك هدية. وفي اليوم مثلا حدا مثل امجد جمعة، امجد تحياتي لامجد طامي كمان زميلنا اعلامي. امجد جمعه نزل اغنيه فوق امجد طامي شو اخباره؟ بدك تغير السيره. اكثر من 300 400 مليون فيوز خلال كم شهر، شو السر؟ انا ما التقيت فيه شخصيا هالشاب، بس انا حابب نجاحه. انا ليك انا مع النجاح مع هيدي فقاعه ولا هيدي حقيقه ولا ليك انا امبارح بالصدفه عم بحضر له والله بالصدفه على اليوتيوب عم يحكي حكي مع رابعه كان كتير حلو وحكى جمله يعني ليك علقت براسي يلي هي بيشبهني بشغلي اللي هو ما طلع من برنامج وما طلع من كليب مهم، طلع فجاه الناس حبت اغنيته لك. واليوم في حظ بالحياه، في حظ محظوظ هالولد. الأغنية حظت بصراحة، كان هي ولا غيرها يعني، كان هي ولا غيرها. إنه جالك تحية حبيبي أنا ما بعرفك، بس إن شاء الله هيك بتضل بها الهمة وبتضل بها النشاط. قبل ما ننتقل للفقرة الثانية حأسمع مع أنه كيف. انتبه أنا من فترة يعني سألوني عنه وعن الأغنية أنا ما كنت لسه سمعان فيها. قلت ما بتعرفه بصراحة وما يعني شغلي مو معيبي يعني. أنا لما بحب بجن لا، بس هلا عن جد صرت بعرفه يعني من وراء الأغنية يعني. نعم غيره بدي اسمع قبل ما انتقل لفقرة شوي دوز اعلى دوز اي يعني نعلي شوي هالقصص. بدي في خيارين، يا تغني لي لملحم بركات يا اما غزالة. هلا يعني اذا اذا لي غزالة مع احترامنا اكيد يعني يلا صول. قديش رائعة هالاغنية، هاي الاغنية معلش خلينا نحكي شوي نرجع بقول لك مع احترامي لكل الملحنين، هي أنا برأيي الشخصي أجمل وأرقى وأعظم ما لحن سائر ومهرن عليه وعاشت لهلأ لليوم عاشت وستبقى. أي عن جد. وفي سين من الناس صف أول كبير كتير بالخليج ما رح نذكر من اسمه يوميا بدو يسمعه كلمات أحمد شحادي. طبعا ما بدي أحكي مينه ما بحب هالقصص يعني، بس على ديرتها على ديرتها شادد رحيلي
والله الغيبتهم ما عد لي حيلة أو يشهد علي الله وكيلي ما طيق الفرقة لا والله لا لا ما طيق الفرقة يا أبو حسن لا لا ترقصك وتبكيك وتخليك تفرح الأغنية الله شو بحبها أنا محظوظ بهي الأغنية محظوظين فيك حبيبي يحرام علي النوم يا ماما نيران بقلبي حرقتني يا ماما نيران بقلبي حرقتني يا ماما دخلك يا طير يا طير طير اليمامة سليم عليا وقلك في حالة سليم عليا وقلك في حالة وقلك في حالة ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مسقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مسقيته شوي شوي عالسكت بيموت هيك بيشتغل دي جي آخر شيء أنا ما شاء الله عليك حناخد فاصل نرجع بفقرة بلا فلتر أرجانا مستمعي سوريانا أفهموا ما كنتوا عم تسمعونا بحييكم ضيفي النجم وفيق حبيب من جديد مرحبا مرحبا ونص بلا فلتر هيو. أسئلة هيك بلا شوي فلتر بلا فلتر تعالوا أعملك صورة بلا فلتر هيك يلا بلا فلتر إذا العالم تصوروا بالفلتر مصيبة مصيبة قدي بتحط فلتر والله احيانا اذا شفت وشي تعبان سهران وكذا مرقه بتزبط يعني هيك بيفيد الفلتر والله ما بحب بحب كون هيك طبيعي يعني. خلينا نشيل الفلتر على جنب ونحكي يلا. شوي جد اكثر يلا. بلا فلتر خضت تجربه التمثيل بالدراما السوريه مشاركه بمسلسلات الموت القادم من الشرق وجوه وازمنه وفيلم العريضه هدول كمشاركات بتذكرهم انتقدك البعض لادائك غير المقنع حبيب القلب زعجك هالشي لا أنا بالموت القادم إلى الشرق كنت بعدني بجامعة تشرين كنا عم نعمل مسرحية اسمها إدارة عموم الزير مخرج محمود القيم الله يرحمه ترابه الدكتور بتذكر السيناريو محمد بصال كان معي باسل حيدر بجله تحية كبيرة كتير لباسل كان معي مجموعة وكذا وانتقونا يعني كومبارس كان عنا بس شوية جمل يعني فدت كومبارس بالمسلسل كومبارس يعني هلا أكيد كومبارس سلوم حداد محافظ الألقاب يعني وسعد زكبار يعني نجاله تحية نجاح صفكوني من نجاله تحية يعني خضت تجربة كانت حلوة ذكرى يعني وجوه أزمنة وجوه أزمنة يعني الإدارة كانت خطأ مخرج كل شيء كان خطأ يعني أنا مثل ما بيقولوا طنبروني واخدوني يعني أول مرة بتطنبر يعني لأنه صاحب الشركة كان صديقي كتير والله كانت أغراك بالأجر؟ ما أخذت أجر بلاش ما أخذت أجر تبعشت العريضة بس كنت بس عملت أغنية ودبكي دبيكي كمطرب كنت بس الحمد لله كسرت الأرض يعني الأغنية والفيلم كان رائع أدائك بالتمثيل راضي عنه لتكفي تجربة حبيبي أنا أنت ما فيك تمثل فجأة أنا أخذوني حطوني قدام الكاميرا كنت خلص حفلتي 4 الصبح 5 الصباح ومرة نسيان الراكور ومرة أطلع بقميص أحمر ومرة قميص أصفر عرفت شلون هيك يعني بدك إدارة بدك إدارة يعني أنا بالعكس أنا بعتبر حالي اليوم كتير اجاني عروض افكر بعدين ما رضيت شو ناطر ما بدي مثل خيي رافض الفكره قلت ممثلين عندنا ولك حبيب القلب ما عندك مش او عندك مشكله بانه اكثر شيء صاروا بسوريا الممثلين والمطربين وهلا صار عم بدنا جمهور بس ناقصنا جمهور عم يشتغلوا اعلاميين عم يقدموا برامج يعني في منهم عم يشتغلوا ليعيشوا في منهم عملوا كتير ادوار حبوا يغيروا شيء تاني أنا انعرض علي بتلفزيونات كتير مهم يقدم برامج يعني أنا رفضت ما بدي يكون لك عمل مثل فلان
بس انا اي حدا بيسبقني على شغلي بينجح فيها برافو عليه. عم تروح فرص هيك وفي؟ ما عم روح لانه مهتم بشغلي اكثر يعني بحفلاتي وبسفري وباغانيي. بلا فلتر بعد رحيل المطرب فؤاد غازي مين حمل لواء الاغنيه الساحليه التراثيه برايك؟ والله ليك ما في شخص واحد يحملها، عتقه كبير ثقيل كتير انه يقول هذا خليفه فؤاد غازي او خليفه صباح فخري الله يرحمه او خليفه وضيع الصافي. ما لك برجع بقول لك لبدايه الحلقه، التقليد فن ولكن انت قلد اللي بدك اياه بس مو بصوته، قلده بصوتك. يعني مهما يعني لك فيروز ما حدا قلده، ما حدا قلده ونجح. وضيع الصافي الله يرحمه قلدوه ونجحوا فتره رجعوا عملوا اغاني خاصه فيهم لانه عرفوا انه اذا بده يضلوا يغنوا لوديع الصافي خلص انت مثلك مثل وديع الصافي كلون مو كصوت طبعا. وديع الصافي ما مستحيل يجي مثله يعني. ما بعرف اذا بيوافقنا الراي ابو حسن. لذلك مثل ما قلت لك يعني عاتق الاغنية الشعبية صعب. ان شاء الله اسا نكون كلياتنا مع بعض نقدر نحافظ عليها لانه يعني هي تحفي تحفي فني كبير كتير الاغنية الشعبية والفلكلور صعب صعب حدا واحد لحاله يحمله. بلا فلتر أخذت ترخيص رسمي من فؤاد غازي لتغني أغاني تعب المشوار. تعب المشوار ايه. التانيات لا التانيات بس أنا كتبت كلمات الأغنية مين ألحان مين إهداء إلى الراحل فؤاد غازي يعني عرفت شو فكرة كتبت أنا ما حتى أغاني عادل خدور يلي غنيتها كتبت ألحان فلان الأغنية للنجم الكبير عادل خدور. شو بيمنع اليوم الدق مثلا تليفون لعادل ولا مع حفظ الألقاب طبعا ولا الأشخاص التانيين إنه نأخذ أوكي منه؟ أنا ما بد أنا الأغنية إله انا بغنيها هي لاني بحبها ما عم تغنيها تتبناها لا انا ما بقول الي ابدا 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 مستحيل اقول اغني ما يعني يعني غنيت كتير اغاني لبسام بيطار دائما بقول مو الي مثلا الله يرحمه كان عذاب الهوى يقتلني اله سجلتها باستوديو لا بس حفلات لا حفلات بس سجلت تعب المشوار ما ودعوني فقط بس اذا في شيء لازرع لك لا لايف سجلتها غنيتها لايف. بلا فلتر الفنان عاصم سكر ابن الملحن الراحل عبد الفتاح سكر عتب عليك ببرنامجنا وقال انه غنيت الحان والده دون الرجوع له. تعليقك هناك عاصم على فكره بيحبك كثير بيحب صوتك كفى هيك بس قال انه عطب صغير بتلغي من كل حفلاتنا العاصم كان يطلع معك لا هلا عاصم حبيبي عاصم ليك انا بحبه كان لازم جدا المقطع سمعناك هلا سمعت بالله قالك هلو العتب بصفي القلوب انا كتبت يا عاصم انه الاغنية الحان الله يرحمه بيك الراحل الكبير بس حبيبي انت لقلك عشالي انت ولا غيرك ولا مع احترامي للكل انا وقت غنيت هاي الاغنية كان الساعة زمن السيديات كانوا المزورين بالبلد مزورين السيديات كانوا مثل الرز الله صار في حقوق في شغلي عن جد انا وقت اللي عملت السي دي او الكاسيت الشركه اللي عملت لي اياها كنت موقع مع شركه الله يذكره ولا يعودها لانه ما كانت من ساوند شيء او لا لا ما بدنا نذكر مين عرفت هو بيعرف حاله والله ما بعرف وين صاروا يعني انا كتبت على السي دي انه الاغنيه كلمات الحان كذا خلال فيني بقول لك بقول لك عسر احنا الاغنيه ايام ما كنا نسجل ناخذ نعطيها للمزور اللي بيزور السي دي نقول له تفضل ما في شيء من قيمتك لانه بدها تتزور بعد خمس دقائق لا بنعطيه الاصلي عرفت كيف بلكي ان شاء الله هيك على وعسى على البسطات وعلى لكم ما بزعل كانوا يفيدونا كتير بالانتشار كانوا ارخص من السي دي الاورجينال وكانوا ارخص من الكاسيت الاورجينال الاورجينال كان يمكن 100 ليره هذا يعني كان 25 اذا لو وفق صوره من ايام 1900 وخشبي قال يعني فاتح صدري لهون وحامل وردي حمراء وكذا هيك يجيبوها يطبعوها ويحطوها ما يكتب ما بيعرفوا اصلا مين الملحن اصلا الاغنيه ما بيعرفوا لمين لذلك يا حبيبي انا بتشرف غني لهالاغنيه العظيمه يعني وبعدين انا اخذت الضوء الاخضر من فؤاد غازي يعني حبيبي انت لك عاصي غنيت له ما ودعوني تعب المشوار بستان ورود في اغاني كان ممكن تغنيها لسه بتفكر بمشروعك تكفي لا في ايه شو هي بدنا ناخذ اذن عاصم هلا ان شاء الله صرنا انا قصدي على فؤاد غازي ايه عم بقول لك في اغنيه يكونوا هلا عم منكش وحده حلوه هيك عم اسمعها صار لي انا فترة. بشوف وحده حلوه كتير بصوتك لا بالله يا اهل الدار ما بعرف حسها بتصدق لا حلوه ايه بتخيل وان هلت عيني هلا مو هي ولا تلوموني بالله والدمع السايل دمعي والعيون عيوني والله حلوه بس مو هي ايش في اسمها للي هي شو كان بدايتها؟
لا بالله يا أهل الدار. يلا سمعنا. لا بالله يا أهل الدار أماني لا تجافوني، لا بالله يا أهل الدار أماني لا تجافوني، دايرة راه يشعل نار لا 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 لا، وإن هلت عيني هلا لا تلوموني بالله، وإن هلت عيني هلا لا تلوموني بالله، والدمع السايل دمعي والعيون عيوني. آسف نسيان الكلام بس خلاص بحطها هاي اكسكلوزيف كلها، خلينا نغنيها خلاص. الاغنيه اللي بتفكر تعملها شو هي؟ لا سر ما بدنا نحكي فيها مشان ما يبلشوا الشباب. ماني بحب الاسرار انا. ما بحب الاسرار؟ بلا بحب كثير اعمل لك. هي سر النجاح والاسرار. حتى اسمه سر النجاح لازم يكون شغلك سر لحتى تبين ويطلع. في عالم بتحكي لحتى يستفيدوا ناس تانيين. نعم تنحرق القصة. طب مع فؤاد غازي لما كنت تجتمع شو كان يقول لك؟ شو شيء ما حكيته قبل؟ والله ما والله ما فيني بقول لك بصراحة، يعني أبو فؤاد يا حبيب قلبي حكى كلمات خليها بينه وبينه. يعني قال لك شيء مثلا؟ أنا بدي وجه تحية للأستاذ الغالي على قلبي محسن غازي، بس اذكر الراحل فؤاد بتذكر الوفي محسن غازي. تحياتنا له لمحسن. وعناد غازي اكيد اخوه للاستاذ فؤاد. اخر مره التقيت فيه امتى كانت؟ اخر مره بالمزي ببيته، كنا كذا مطرب وكذا عازف، رحنا كلياتنا لعنده وصرنا الكل نغني تعب المشوار. وما بنسى ابدا، ما بنسى بحياتي وقت قال خرسوا. اف ليه قال خرسوا؟ هاي الغنية للكل قال، يعني هاي الغنية ما فيكم تغنوها. قام يا حبيب حطيتها براسي أنا لهي الجملة، ورحت سجلتها ورحت أخذتها لعنده. سمع وقال لي، قلت له بنزلق اللي قلت له مع أساس؟ قال لي إلا أنت. كان راضي عن صوتك ولا لا؟ قال لك صار يبكي ما بنسيها بحياتي. الله يرحمه. الله يرحم روحه. هو أنا بنظري هو الأول. اليوم عادل الخضور مكمل المسيره ولا لون ثاني؟ عادل الخضور له لون خاص فيه. ملك عادل الخضور، بس ظالم بحق حاله. يعني هو ظالم حاله طبعا. بمعنى اخي يعني عادل الخضور عمل نجوم من وراه، اغاني رائعه رائعه جدا. يعني انا بشبهه بسوريا بكل صدق لسعدون جابر، يعني ما حفظ الالقاب، يعني بشبهه كتير له. يعني يمكن سوء إدارة، يمكن هو ما بيحب الإعلام، يمكن هو ما بيحب يطلع، ما بيحب، ما بعرف، حرام. اليوم أغاني تتغنى عالم تفكر تراث، عالم الله وكيلك. أنا جيت مبارح من لا تقيع الشام ساعة ونص عم بسمع هذا الخضور. تسمعه بالسيارة. في عالم بتفكر أنه أغاني تراث أو لفلان تاني غناها أو جددها. اليوم أنت مع هيدي القصة أنه أنا جدد وأنسب لإلي أو غير بالميلودي؟ لا أنا بجدد، بس يعني نحن عملنا نحالة كلمات أحمد إشحادي، كتبنا اللحن هو لحن تركي، من أجمل الأغاني. كتبنا تهذيب اللحن سائر وماهر. يعني هي الأصل لمين؟ هي لإبراهيم تاتلسس. بتقول كيف؟ عساس ما بيعرفه كتير بحبها الغنية هالميمة. أفكر معيها بالموبايل. نرفعها شوي معلش صوت. نحالة بجرار نجي العسل، نحالة بخواب لون الجبل، نحالة نحالة بجرار نجي العسل، نحالة بخواب لون الجبل، نحالة
وخدود لون الخجل مشيات كرج الحجل والليل جعدة جدل نحالة يا غزالة يا خصيرة ميالة نحالة يا غزالة يا خصيرة ميالة ترارك تك تك الله ايوه الله 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 رحالة عدروب غاب القمر رحالة محبوب ليش السفر رحالة وإله ضاع الأمل هاجر حبيبي ورحالة يا يوم جاني الأجل رحالة لغزالة عدروبة شيالة رحالة لغزالة عدروبة شيالة رحالة لغزالة عدروبة شيالة لك يسلم الصوت حبيبي كملين معكم مستمعي سوريانا اف ام اكيد ببلا فلتر بحوار في اي بي مع ضيفي النجم وفيق حبيب يعني وفيق بلا فلتر حياتك العائلية بعيدة عن الإعلام أنا ما بحب أبداً نحكي عن الحياة العائلية بتحب أبداً. تكون خليتها شيء خاص طبعاً متزوج في أولاد دريد ولو دريد خلي لك يا شو صار عمره صف خامس خلي لك يا رب في صوت حلو إن شاء الله لنشوف لك بالهيك بهيك عمر ما بيبين لسه الخامة بتتغير تعرف من 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 جيل لجيل يعني هلأ أنا صوتي من زمان كان غير هيك كان تريبل أكتر مثلا هلا صار من وراء الخبرة من وراء الصقل بصير أعرض ما أبو حسان أصبت. اللي غنوا جبلي يعني أصوات إذا ما نحكي لبناني في هلا أصوات تنافس إذا أو مو تنافس خلينا نقول بتغني جبلي لون جبلي موجود لبناني إن كان عاصي حلاني علي حليحل نجوى كرم هذا لون بعلبكي هذا بعلبكي لون بعلبكي شو بيفرق اليوم عن 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 بعلبكي أسلوب تاني غير مثلا مثلا أعطينا صول مثلا نشوف مثلا أقول لك كيف اللون بعلبكي مثلا هغني لك موال أول شطرين بعلبكي وتاني شطرين ساحل الأسلوب اللكني مثلا على حليحل جمالك جمالك بالفلا قادر يربع السباع عن شافتك قال يا رب هاي اللي معلبك بس هاي اللكني عرفت كيف نرجع لعنب والله بصير الريام الريام بصير الريام اخ اخ ويلي بصير الريام لو شافك يا رب عيال السبع ويبدل اللطف بغضايا يا با يعني بتختلف من لهجة للهجة من لكني للكني يعني هيك اليوم عم بسمع حالي ما هيك اوكي اللي بيغنوا هالنمط هذا بتقلد ممكن تغني له اغاني لا انا ليش لا بالعكس انا قلت لك اي شيء حلو بغنيه ما عندي مشكله نجوى كرم بتغني له اغاني احيانا مثلا غنت ملعون ابو العشق شبهوه كثير بالهنك الساحلي او الجبلي هي بلشت تاخذ من الشباب فادي مرجان وعلي حسون وانا بهذا بعتبره نجاح للبلد يعني انه وحده مثل نجوى كرم صف اول يعني بلشوا الشباب يعطوا معناتها شيء جميل جدا
كيف غنيت له شي مره بحفله؟ والله ما بتذكر. طلبوا لي انه قال يا ريت يغني. والله انا ما يا ريت يعني. تحب نجوى؟ يعني نجوى شمس الغنية يعني. ما في حدا ينكر انه نجوى معنا مهم كتير. التقينا مره بالطياره. طيب حكيته؟ لا مرحبا معرفتك. والله على الاغلب ما عرفتني. هو انا اول شيء ما عرفته بصراحه، لانه بتعرف يتغير الانسان قبل الكاميرا وبعد الكاميرا، يعني بجوز عرفتني بجوز لا. بيعملوها هي حركات نجوم بيسووا؟ هلا هي بظن لا، هي يعني هي فنان كبير كتير ما بظن تعملها. يعني عملتها بحدا؟ لا والله ما عملت بحدا. انه يكون فنان تكون تعرفه سوي حاله؟ لا اكيد لا، مستحيل، مو لهالدرجه. يعني هاي شغلات صارت لا انسانيه. يعني اغنيه سمعتها وقلت يا ريتها الي عن جد. اعطينا كورد هلا. مو يا ريتها الي يعني مو انه يا ريتها الي، بس بحبها كتير. ما بعرف اذا على الصول هي اعلى شوي. خلينا هون ولا بنروح؟ لا قاعدين. حبيت بيضل غير الهم من بعد ما يروح الفرح والعيد ويسافر الزهر الخلق للشم ويصير كل العمر عني بعيد. يعني هاي هيك حسيت، هيك تمنيت لو هيك مغنى جزء منه مثلا. تحياتنا للنجم الكبير عاصي حلاني. عصيرة عاصي حلاني صار إشكال إنه نحكى عن شبه بالتوزيع الموسيقي بين أغنية كاس ولبيك مع أغنية حالة قلبي. هلأ ما بيتعين فيها يعني بصراحة. يعني أنا والله أنا ما بدقق على القصص، يعني إذا كان صولو بالأورج هيك شبيه وكذا شو القصة؟ بتصير يعني القصة ما حد خيال أو إيه إيه، بس في ناس بتعين تعمل تريند وتعمل كذا، يعني وشو القصة يعني مثلا؟ يعني بجوز ما بجوز، بجوز عاصي مو سمعان كاسو لبيك كاسو، بجوز لموزع سمعانه. العاصي لو سمعانه ما بيقبل يعني ما بيرضى. عرفت شو فكر هاي القصه كلها؟ يعني ما انا ما بشوف هالقصه العظيمه. يعني بلا فلتر لك تحيه من القمه نوزات. لك هذا حبيب قلبي. شو سره نوزات؟ عامل ترند وعامل كسر الدنيا بصفحه وهو هذا. بس اقول لك على شغلي، هذا بس حدا عارف سره بطل قمه. ما بيصير حدا يعرف سرك يا نوزت. ها انا بحبك كثير لك سلامه كثير كبير وبحترمك وبحب في شغلي. هذا الشخص انا ما بعرفه، بس هذا الانسان مثقف جدا وفهمان كثير. التقيته؟ لا اقول لك والله ما بعرفه. هذا الإنسان بس حدا عارفه خلاص بطل تحت الدفتر فهني سر. الله يرحمك يا نضال سيجري. أدي برأيك قدر يعمل حالي على الفيسبوك؟ برافو عليه. هلا هو لو نعرف مينه وانشهر واستهلك بطل يكون مهم. شو بتعرف لي سر عنه ما بنعرفه؟ ما بعرف، بالعكس عم قلك هو سر نجاحه هيك القمة. تحياتنا إله. أكيد بكملين بلا فلتر. سبق وتعرضت للسرقة أو لطش أغاني. شركة إنتاج طرحت 3 أغاني كنت عم تستعد لتقدمون، طرحوها بنفس اللحن والكلمات وكلمات قريبة. شو عملت؟ أخي الكريم، نحن كتير تعرضنا لسرقات، لأنه نحن ليك السوشيال ميديا كمان سلاح ذو حدين إذا بدك تعرف تستغلها. يعني هلا يعني صرنا عم ندافع عن حالنا بهالقصة. عرفت شو فكرة؟ يعني كان كتير يروح منا أغاني ما نشوفها إلا مصور كليب على التلفزيون، لأنه ما كان عنا وسائل تواصل، ما كان عنا بكل جرح وبكل حزن، ما كان عنا تلفزيونات حدا يحضرها برا، ما كان عنا راديو حدا يسمعه برا، انترنت. يعني لحتى صار آخر شيء شوية، ما بدنا نسمي، شوية إذاعات وشوية تلفزيونات صارت شوي العالم تحضرها. يعني صار شيء مرة لحقت هذا الموضوع وتابعته؟ ايه طبعا أنا لحقت ليكي بآخر ثاني. مين كان لطش؟ كلمات رياض العلي بوجه له تحية كبير كتير. كان مروان الشامي بلش بده يصورها، كان لحتى أنا جبت وليد ناصيف صور لي اياها. كأني سمعت أغنية كمان، يمكن مروان الشامي حبيبي طبعا بوجه له تحية كتير. يعني كان بده ياخذها بلا ما تعرف أنه هلا هو هي، يعني هي الأغنية كتير عملت له سوكسي ببيروت. يعني صارت العالم تروح تحضره كرماله. يعني يغنى الأغنية بس أنا بلشت سمعت أنه حط بده بلش يحضر للكليب، قمت أنا فورا وأنا موثقة يعني صورتها ونزلتها فورا على وقفت له إياها؟ ما عمل شيء هو لحتى أنا وقف له إياها أصلا. كان مجهزة على أساسين وقت شافني صورته وكذا وهيك
بلا فلتر غنيت بدار الأوبرا؟ غنيت بموال و مع شي جماعي موال كان. ايه طبعا مسرحية كانت. بتتضايق اليوم بيقولوا انه مطرب شعبي او وفيق حبيب لا يجوز انه يغني بدار ليك حبيب الأوبرا. انا هلا لعطيك سر، انا كنت من فترة مع الاساتذة المسؤولين عن دار الأوبرا وعن الثقافة وكذا، انا طلبت منهم طلب، قلت لهم يحق لنا تكريم فؤاد غازي في دار الأوبرا، اذا بتشوفوني انا كفؤ لهي القصة انا جاهز. نحن مع احترامنا للكبار اللي اجوا تكرموا بدار الأوبرا، مع احترامنا لهم يعني اجوا كرمنا اللبنانيين، كرمنا، ليش ما بيتكرم فؤاد غازي بدار الأوبرا؟ يعني اخي نقوا مطربين او ثلاثه مثلا، انتوا اعملوا لجنه خيي، انتوا جماعه الأوبرا هلا انا تيجي تقلي اعمل حفله لجنة. انا تيجي تقلي تعال عندك حفله بدار الأوبرا انا ما بروح، انا صوتي اول شيء مو اوبيرالي، ثاني شيء يعني غير ستايل، الى نخبه، ثالث شيء انتبه انا محترامي الى دور الاوبرا بس هي مو اكبر مني، انتبه فهمت عليك، هي مو اكبر مني وانا مو اكبر منه، ودار الاوبرا بالشام وقفوا لنا ناس كتير مهمين يعني ناس بنوقف لهم يعني ترفع لهم القبعه يعني بس انا قلت لهم هذيك اليوم ان يعني احنا لازم نكرم، وهن قالوا لي اوكي وعدوني، عم تفهم عليك؟ قلنا لهم بلا واسطات يعني اذا بدنا نعمل واسطات يعني بننظر يعني بندبر حالنا مثل العالم يعني فيها واسطات الاوبرا. بدك تسالهم هني، انا استضفت مدير عام دار الاوبرا واشاد بصوتك على فكره وقال بس قال يمكن مو للاوبرا انه ممكن يغني. لا انا ما بزعل، انا اللون اللي بغنيه انا مو دار اوبرا ابدا، بس انا تجي تقلي تعب المشوار ما بتتغنى على دار الاوبرا على فكره، ما في حلقه او ولا ما ودعوني ما بتتغنى على دار الاوبرا، انذكرت بأكثر ولا غزالة ما بتغنى على دار الأوبرا، ما احترامي إلها يعني غزالة فيها بالتوزيعة، فيها كمانجات وفيها شغل وفيها أرضيات مثل أي أغنية ممكن تلعبهم بطريقة أخي يعني. نحن شفت الناس بتقول لك اللون الشعبي، أنا وقت عملت اللالة ولا تعب المشوار وقت وزعتهم أنا موزعهم عند ناس كبار، عند أهم يلي عم يحطوا كمانجات للأستاذ الكبير كاظم السهر، هني نفسه اللي حطوا كمانجات عنا، هني نفسهم العازف القانون عم يحطوا لكل الناس، بس الناس بتفكر اللون الشعبي والله انه والله اغنيه شعبيه هيك. حبيبي الاغنيه الشعبيه صعب كتير، ما في مين ما كان في بغنيها، بدك تعمل جواب وبنفس الوقت بدك ما حدا يتنزعج اذنه، وبنفس الوقت بدك تعطي فيها احساس، بدك تعطي فيها حنيه، ولا انت مالك مطرب شعبي؟ مطرب شعبي ما لانه انا صوتي حلو صوتي فالع انا مطرب شعبي؟ لا لك حبيبي لا، طول بالك الاغنيه اسمها اغنيه، مغنى اسمها. هلا كذا حدا بيكون يعني اليوم انا اليوم بعين بفتح اليوتيوب بسكر فورا، عن جد شيء مزري صار اي حدا سوري بهالكلمه، مزري شو كل واحد بيجي بأورج ورا وبيحط هالكاميرا خيو صار مطرب عنده شويه متابعين ما بعرف في شيء غلط، في شيء غلط بالموسيقى، في شيء غلط على سيره اكبر دليل عفوا بلا مقطع الحديث، روح شوف بمصر مصر بلشوا ينظفوا الفن المصري مع هيدي الفكرة قدرت؟ طبعا لازم يتوقف كل شخص عم يقدم فن لا يليق لك بالدنيا. أخي تعال أقول لك شغلي، لازم أنا برأيي الشخصي، أنتوا نقابة فنانين ورقابي، تعالوا يا أخي في لك امتحان صغير، تعال اجتازوا للامتحان يا أخي وعمل بدك يا نقابي أنت؟ طبعا أنا نقابي من أنا أصلا بحط على صدري الله يرحمه صباح فخري أعطاني نقابي أنا، وبتعرف صباح فخري ما بيضحك بهالقصص لرغيف السخن، انا اعطاني اياها لانه قال لي لانه انت بتستاهل تكون غنيته بحضرته واعطاك انا فيني احكي لك القصه يمكن فضل. فتت على الفحص دق لي الله يذكره بالخير محسن غازي، قال لي وفيق بكره الساعه كذا، كون كان نائب النقيب، وفتت في لجنه بتخوف صراحه يعني انا بعرفهم بالاسم صباح الاستاذ صباح الله يرحمه قاعد على الطاوله يعني رئيس اللجنه لحاله، ومو رئيس اللجنه انا برايي هو رئيس الطرب يعني المهم أهلين عمو وفي، قلت أهلين أستاذنا، قال شو بدك تغني لنا؟ قلت له والله بعتذر منك، قال ليش جاي لك؟ قلت له هلا طلعني برا الباب بغني لك 5 ساعات بس بحضورك أنا ما بغني، قلت له ما بيصير حدا يغني بحضورك، قلت له أصلا الشباب هون مع احترامي لهم أنتم ما لازم تقعدوا معه، لازم تكونوا واقفين عم تعزفوا يعني والله صباح فخري يا زلمة، بتعرف شو يعني صباح فخري؟ المهم قال لي لا بدك تغني لأنه عمو صباح بحب صوتك الحلبة، قلت له إذا هيك لعيونك، نيت موال فؤاد غازي ومتحني كتير بصراحة يعني، وفات علينا بتذكر الأستاذ أيمن زيدان حبيبي أبو حازم مجهله تحية، وفات علينا سلوم حداد كمان، 2 فاتوا
عرفوا انك موجود، عرفوا قالوا له معقول عم تمتحن وفيق حبيب بالحرف الواحد يعني. هي ما صار اكثر من هيك، بس بدي اختصر لك اياها. انا طبعا عضو نقابي، وبتعرف الاستاذ صباح كان صارم بهالموضوع. ما فيك تكون عضو نقابي عنده اذا ما كنت انت قد المسؤوليه يعني. اليوم بتناشد نقابه الفنانين تنظف، او هي مسؤوليتها، او هل هي قادره تنظف الفن الموجود؟ لك اخي يعني مصر قادرين، صح ولا لا؟ ما عم تشوفوا بعيونكم؟ عم ينحرموا يا زلمة، عم ينحرموا يغنوا بمصر. 100 مليون بني آدم عم ينحرم يشوفن على المسرح، بس رايحين على اليوتيوب ما حدا فيه بيمنعهم. لك يا خي على رأسي، بس ليك ليك مهما كان اليوتيوب إذا ما رحت شفت عالم. لك أصلا هي الكورونا شو كانت مشكلتها؟ ليش ما ضربت الأغاني بالكورونا؟ لك في أغاني ضربت على اليوتيوب، في أغاني منيح بس مو مثل أول، لأنه توقفت الحفلات. توقفت يا أخي، هي الكيمياء بينك وبين الناس. حدا يعمل لك هيك، حدا يزت لك بوسي، حدا يضربك برز بندورة، حدا عرفت شو الفكرة؟ بنت تطلع تتكلم تضربك شيرجيلي يعني. هيك صارت الحفلات وكذا. يعني أي حدا إذا ما حدا عين عمل لك هاي الكيمياء راحت بزمن الكورونا. هاي النجاح. أنا اليوم فيني اشتري لك بكرة إذا غنيتي 5 مليون بكرة بالصبح فيني بعمل لك إياها 10 مليون. بتغني بالبلاي باك يعني إذا دعيت لتحرك تمك بس وهيك؟ لا والله ترفض الله الصلاة يعملوها يعني. ما زابطة معي، ما زابطة معي يعني. يمكن بتمرق بمسرحية سكيتش صغير، بس أنا ما بتزبط معي. في فنانين ما بيطلعوا على المسرح. أنا يعني أنا ما بديت منفخ، بس أنا أول مطرب بعد فؤاد غازي بيعمل فرقة كبيرة باللون الشعبي. كانت فرقتي يعني هلق أصحاب الشباب تواصل، كان رئيس فرقتي بفتخر فيه ومجد جريدة عازف كمان يعني، وجاله تحية. نجم هلا. كان معنا، كان نجم وقتها. كان بنفس الأوقات كان نستلم مع مين كان يشتغل مع كان بتذكر نور مهنا، وكان مع فضل شاكر، وكان مجد بتعرف أستاذ ميادة الحناوي، الست الكبيرة طبعا ميادة الحناوي. حياتي. أنا الوحيد، أنا طلعت من تيب الريتم وعملت لايف. اللايف على الستيج مع العالم قصة تانية. على سيرة هدول الأسماء اللي حكينا، كنا عم نحكي عن كذا حدا، رتب لي حسب النجومية. علي الديك، حسين الديك، حسام جنيد، وفيق حبيب. أنا ليك ما بخبي عليك، كلنا صف واحد يعني. الأسماء كلها؟ ايه أوف. كلنا صف واحد. فلان بيتميز بشغلي، فلان بيتميز بشغلي. بوجه لهم تحية، هني حبايب قلبي الشباب. مين لعب معه الحظ أكتر؟ مين شنص أكتر مثل بيقول؟ حسين الديك. شو السبب؟ انت عم تقول شنص حظ. ما عنده شركة انتاج، وحسين نشيط شاطر وبيضل بيلعب ما بيهدى. حسن بيعين هون، حبايبي حسن وحسين بتعرف انه بيعين هون وبيعين هون وبيعين هون، وشو بدي لازم اسوي هون. برافو عليهم. حسام ومعه انتيم. حسام انا شهادتي مجروحة في صوته، جميل جدا. وعلي الديك لحاله، هذا علي ابو جميل، هذا حبيب القلب. بلا فلتر، وبلا فلتر انا الوحيد اللي برضى احكي عن الشباب. ها يمكن هني بجوز في ممثلين ممثلين او مطرب. اخيو لا تجيب لي سيره. ليش طالع اصلا؟ انا اخر همي. انا شو بدك بحكي؟ بلا قل لي عن الكهرباء بحكي. رح نحكي هلا على الكهرباء. لا عن جد. بلا فلتر، شو سبب عدم نجاح الكيماوي، اغنيه الكيماوي؟ انا برايي نجحت كتير. ظلمت على الاذاعات. ما انظلمت، هي يعني نزلت بوقت ما لازم تنزل فيه. بس على سيرة الإذاعات، في إذاعة ما بتحط أغاني وفي حبيب؟ ما تحط، هني خسرانين. حطوا لي أغنية وطنية. والله تزعل؟ بيزعجك إنه إذاعة؟ والله أنا بزعل عليهم. هني الخسرانين؟ بجوز هني ربحاني، بس أنا ماني خسران. مع العلم انتبه لي اللي بيشتغلوا فيها من أعز أصدقائي يعني. شو السبب لك؟ السبب مرة، أحد المرات كنت عامل أغنية اسمها ليش كبرتي يا صغيري، من روائع وفيق حبيب، فيها حرف القاف. وصلتني المعلومة انه لانه فيها هيك شوي حرف قاف وكذا نحن بنعتذر. ومن يوم هذا وش الضيف يعني. يعني فيها لكنة؟ لا، لانه فيها حرف في احد الكلمات. مثلا بدل ليش قايل وقفتي ما قلت وقفتي مثلا. ما عم نحكي هلا قاف. طيب انا هيك سمعنا اياها عصيرة ال ايوه اللي زاعه ولا لا؟ غني لنا الاغنية، نغني لك غيرها. يلا شو رأيك؟ شو هتسمعني؟ مع انه ليش كبرتي اغنية رائعة، حنسمع على ذوق ابو حسن هالمرة. بدي في طلب خاص في اغنية غطى الثلج لعادل خضور، قال لي يا ريت بس اغنية هيك. ما غطى شوي، غطى الثلج مو هي. شو بتقول الاغنية؟ كبرتي لا شو بتقول هلا؟ جرب انت، انا رح ادور عليها. تينا فا تشتغل معك ولا مين؟
يلا. شافوني وميالوا ودهم يتعلالوا لسه ما وصالوا شوش عقلي وتاهي. شافوني وميالوا ودهم يتعلالوا لسه ما وصالوا شوش عقلي وتاهي. وعيون السواهي جابوا لي الدواهي وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. اسلم الصوت. هاي الغنية بحبها. هاي لا ابو علي عادل خضر قديش بطيبة الغنية ما حلوة تاخذ العقل. بتجمعك صداقة بسلطان الطرب جورج والصوف؟ اكيد. شو صداقة يعني بس بالحفلات ولا في هلا ليك بتعرف يعني ابو وديع بحكم نجوميته بحكم سفره كل يوم بمطرحه بكل يوم كذا. انا بتذكر بزمانه وقت قعد فتره كبيره بالكفرون كنت على طول عنده يعني تردد لعنده على طول. اخر مره شفته بمهرجان القسم السيد الرئيس باللاذقية. ضلينا يوم كامل بالأوتيل بالروتانا وكذا. خربت الدنيا يومتها صار يعني كتير عالم كان أنا المسرح كان عشوائي بكل صدق بكل صدق وبدون مجاملات كانت من أجمل حفلات عمري. مع أنه أنا مغنى بمحلات كتير مهمة كتير وبولايات كبيرة كتير بس حي الحفل يا من ما بعرف شو بدي خبرك. يومتها يعني قديش كان في ناس كنت شايف إن واحد بدون مجاملة يعني كنت معي إنت رجب ما يعني كانت سحر سحر. هاي الموج البشر هذا الموج يعني مو مين ما كان في بوقف بيغني هيك ناس عشرات الآلاف كلمة مو بتتم يعني. أبو وديع لما بتلتقوا شو يقول لك؟ أبو وديع ما بيخليني أحكي بس بيقلي يغني ليه. غنيتوا شي مرة سوا بدندن معك؟ اي طبعا. انا يعني ما بدنا نحكي انا يمكن من المطربين القلائل اللي طلعوا على المسرح غنيت معه يعني بحفلة فندق حمص. تطلع وراك كورال؟ لا غنيت معه وقفت وغنيت موال وغنيت خمسة صبايا وغنيت له اغنية. شو غنيت له؟ شو والله متذكر شو بقى موجودة على اليوتيوب. ما بقى بتذكر شو هي هلا بتذكر. بتابع اغانيك يعني بيعرف؟ ما بعرف ما بعرف أكيد بس دائما بيطلب مني غنيتين ثلاثة خاصين يعني. بلا فلتر بعام 2017 انتشر خبر اعتقالك بالسجون الأمريكية. لا كذبي كانت هي كانت شائعة وكذبت القصة. تعمل حفلات بأستراليا أمريكا فرنسا بالإمارات بلبنان العديد من البلدان العربي أجنبي. شو بينقص وفيق حبيب لينافس عربيا أو مين بينافسك عربيا؟ حبيب أنا قلت لك هلا من شوي أنا وقت عم كون على مسرح واحد أنا ونجوى كرم مع حفظ الألقاب أنا وائل كفوري أنا وملحم زين معناتها أنا مثلي مثلهم يعني. يختلفوا على أنه بيحطوا اسمهم قبل اسمك مثلا أو أنا كنت أرضى من قبل إيه ليش لا اليوم بتحطوا اسم منافس؟ إيه اليوم هلا بفرجيك عم ينزل عندي على الميديا كلهم يعني ما برضى ليش لحتى أرضى يعني. يعني أنا طالع مهرجان على بونتا كانا هلا بشهر 3 مع شركة بلومار بنوجه لهم تحية. أنا وائل كفوري رحمة رياض بتشارعون على قصة الإعلان والأفيش؟ ما بشارعون لأنه لهيك شركات كبيرة ما هي مالها هي لحالها ما بتشتغل يحترموا حالهم طبعاً ولو لأنه وفيق حبيب جايب ناس على المهرجان مثله مثل أي مطرب تاني يعني. إلك جمهورك وقلون جمهورك طبعاً ما احترامي إلهم طبعاً ما احترامي لكل الجماهير يعني. بدي يمكن ناخد هيك فاصل لنرجع نكفي أو بتحب تغني قبل ما ناخد الفاصل؟ مثل ما بدك شو بدك غني لحدا تاني أجاري واصل لي يعني ما عندي مشكلة محبتنا والله شان يعرفوا لا أجارنا محبة بس نعطي محبة قد ما بدك جيبونا زهورات ولك عم بدنا زهورات جدد زهورات يلا مفاصل يلا ناخد فاصل وبنرجع. رجعنا ومكملين معكم حوار في اي بي وضيفي الفي اي بي وفيق حبيب. وفيق يعني شهرت بالرقصة والدبكة على المسرح على الستيج بحبه تعمل هيدا الجو يعني أنا جوك وترتيبك أنا برقص قبل ما أغني بحب هاي الدبكة الشعبية بنسميها عنا الشاوي أو النشلي أو الكسرة أو السيرحة هدول كلن حسب الإيقاع. صار كتير فنانين يعملوها يهزوا كتاف و مين بيهز كتاف؟ والله لك الحياة بدها هز كتاف
تلعب كتير يعني دبلوماسي بس بتمرر كل شيء بده هالزكتار يعني كتير الكل عارف انه عم نحكي بشكل واضح يعني اذا بدك تحكي لا والله كله صار عم يهز كتاف واعطي هلا لواحد لحاله والله بسمي لك اياه يعني. بس هلا كله طلع صار عم يهز كتاف وشي بعرف بهاء اليوسف بهز كتاف تحيي مني لبهاء تحب بحبه كتير صوته بحب صوته واغانيه وشخصه والكاريزما تبعه ورقصته بحبه كلياته ومقرب مني كتير بهاء تحياتنا له لا بهاء كنت او ابديت استعداداتك لتغني بيه لهجات مثل المصري والخليجي لكن ما سمعنا شيء قلت لازم اسمع شيء او يكون على قدر يمكن شيء يناسب صوتك ما تقدم لك شيء ابدا عربي ليك تقدم لي واكثر شيء عراقي لانه انت شايف هلا الموجه العراقيه غازي الدنيا كتير. يعني انا هديك اليوم من فتره قاعد انا والاستاذ الكبير حاتم العراقي مثلا حتى ملحن مهم كتير وصوت كبير يعني نجم كبير يعني بالإمارات قال لي شو رأيك نعمل لك أغنية عراقية قلت شو رأيك نعمل لك أغنية ساحلية عرفت كيف وافق ما في وافق وأنا ما فيني وافق لأنه أنا هذا التيب هذا اللون مو إلي أنا ما بفوت بشغلي يعني 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 في مني سابقني فيها بزمان يعني ممكن نسمعك عم تغني مهرجانات تبع الهدول المصري الشعبي كتير مصري لا والله ما جوي أبدا أنا أكتر شي شفتك يا جفلي جفلي شفتك يا قفلي على البيدر طالعة شفتك يا قفلي على البيدر طالعة خدودك يا جفلي شمس الساطعة سألتك يا ويلي ليش مفرعة سألتك يا ويلي ليش مفرعة قلت عرقانة تشم الهايوة في أحلى من هيك أغنية هيدي لازم يتأرشف أو يتوثق هذا الأرشيف أو هذا التراث السوري نفخر فيه بس بدأ حدا مشروع أنا برأيي يتوثق يعني صار في عنا فطاحل ونجوم وغزينا العالم الله غزينا العالم طرحت عبر قناتك على اليوتيوب أغنية ما انتهى العالم كان للراحل يائل يمكن بشلاوي الله يرحمه الله يرحمه هو عطاك يعني ما بدنا نتذكر هلا كان زميل بالتلفزيون الرحمي لروحه والله كان هالصبي يعني صبي لأنه عن جد كان طبعا. بالعمر يعني الله يرحمه صبي مو تصغيرا الله يرحمه ترابه كان عم يعمل شيء كان بلش الشاب طالع مثل الصاروخ الله يرحمه ورياض العلي عامل كبل سبقني هو مع رياض العلي أبو الرود بوجه لك تحية ما أخذت منه غير هالغنية بس وعاملين أغنية هلا إلو الله يرحمه هلا حاطه بالتوزيع أغنية تهديد يمكن سمعت أنا كلمات حدا تاني كان حاط عليها أو لا شو اللي صار بأغنية التهديد تهديد رحوا عملوا أغنية تاني لبنانية لربيع بارود بوجه له تحية نفس صح. الكاتب نفس الملحن محمد عيسى بوجه له تحية مين بياخذ الحقوق هون هلا فيها الكلام غير كلام بس التوزيع أقرب من اللحن اللحن بيشبهه بيشبه شوي التوزيع التفعيلي أكتر تهديد والله تهديد هو بيقول لك مدري شو الكلمة والله نسيت شو هي شو كان أي. تأبيد نفسه يعني عشوي يقول تهديد أخذوا موافقتك هلا بالصراحة لعبة صح نزلوا بنفس اليوم الاثنين بيصير الكاتب يعطي لمحلين وما أخذ أنت مشاريع صار شارية ودافع حقه لا هو عاطيه غير كلام كلام تاني ايه غير كلام طبعا وغير لحن بس عم قلك في شقفة صغيرة شقفة صغيرة بتشبهها عرضة كتير للسرقات وفيك ما بتدافع عن حالك ما بتلجأ للقضاء أو لأي شيء لك أخي من هون لحتى القضاء يجيب لك حقك بتكون راحت الأغنية وعملنا 10 غيرها و... ما عندك مشكلة ومدقت مبسوط بالحالة بعدين السرقة أحيانا حلو تسرق تعمل هيت يعني تسرق أنت لا والله أنا بسرق عربي بسرق جملة طربية بس ما بسرق أغنية مستحيل بتشير لإلى إذا غنيتها نعم بس إيه تقلي بسرق عربي موسيقي أو جملة حلوة إيه ليش لا غنيت كمشي ورا كمشي بحبها كتير وعملت لي شيء كتير حلو أنس كريم يمكن وفادي مرجان نعم أنس كريم أكتر من أغنية عملت معه أنس حبيبي أنس هو بيغني وبس بيعطي لحن بيغني وبيوزع وبيلحن وهو جمهورك وبيرقص لك بتحب أغاني وطلقة روسية تاخذ أغاني طبعا يا زلمة لا قصدي تمنيت شي مرة يعطيك الأغنية اللي غناه معلم أنا ما بتمنى أنا يعني أنا ما بتمنى بالعكس كل واحد الله يوفقه بغنياته
ما بتمنى ابدا. انت حتى قول يا ريت الاغنيه اخذت لها، بس انت قلت لي شو الاغنيه، قلت لك هي بتحبها كثير هي بابا عم يبكي، لذلك تمنيت غنيها. يعني بالوقت اللي ضل عنا تعاونت مع كثير او اكثر من شركه انتاج، ان كان لورد ساوند او الاوتار او او صح؟ لا بلا لا شو الشركات اللي تعاملت؟ بجوز اخذوا اغاني الي شيء كذا هيك. طيب. ما انا بتذكر الشهبه، بتذكر المستقبل، بتذكر الخطيب، كان زمان ايام زمان. انا من عمر ما وقعت. ليه ما وقعت مع روتانا او او شركات عربيه؟ قلت لك اخي الشركات الكبيره عندها ناسها، وانا ما فيني اكون مقيد اليوم بعيد ابدا. لا 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 أنا مشروعك مرتاح. القادم شو حيكون؟ مشروعي القادم اكيد اغاني. المشروع القادم هلا ان شاء الله عندي حفلات الكريسماس وراس السنه بالمانيا، ان شاء الله ما تلتغي من وراء الكورونا. وعندي تور بأول شهر 3 قلت لك ببونتا كانا مع قمة من النجوم. وعندي أغنية هلق إن شاء الله رح تنزل قبل رأس السنة عبر قناتك على اليوتيوب وعبر عبر قناتي سوريانا. أكيد وعبر سوريانا وعبر كل الناس اللي بيحبونا أكيد يعني بيشرفنا حبيبي. بدون يسمعوا يمكن بالختام شيء موال، يمكن يلا موال لسه. ما بتهواني يا صبي قال شو هاي هدي ما بتهواني يا صبي موال حافظ شي 6000 موال متابعينك على السوريان بدهم هيك هغني لكم موال جديد هات لنشوف اول مره بغني والله هات حصري لا عبر سوريان والله وهبت القلب يا محبوب وهبت القلب يا محبوب بس لك اسمح لي روس هالخدين بس لا يا والله وهبت القلب يا محبوب بس لك اسمح لي روس هالخدين بس لا اياك بس لا اياك اخ ما فيني يا حبيب الروح ما فيني يا حبيب الروح بس لك قفل قلبي ع حبك ألف باية والله افتكرت البعد ساعة والنعامة والله افتكرت البعد ساعة ساعة وانه عامات عامات ونعى عليهم الناعي والنعامات اخ لنشد عليكم لنشد عليكم طيور الحضاري والنعمات وانشد وين رحلونا الحبايا يا بابا هاي موالين مموال عبالي يكفي للصبح والله يعني ما بتتصور قدي محمليني سلامات لإلك كثير أسماء وعدتهم أقول أسماء تحياتنا يعني لجمهورنا وحبايبنا علي الشيخ اللي وصل لك ورهف زاهر مشان هيك المصداقية ايه على راسي على راسي شكرا تحياتي لهم كم كتير كبير من السلامات عبر يوتيوب عبر صفحة سوريانا وكل القنوات ممكن الوصلوا للسلامة وأنا حبي واحترامي للجميع ولكل متابعين ولكل محبين وإن شاء الله نضل بهالهمة بدي كلمة لا سوريانا ولا حوالي وسوريانا إن شاء الله هيك بتضلوا متألقين
ويا من بغض النظر انه انت ابن ضيعتي وابن مدينتي، انا بحترمك كثير وبحبك، وتحياتنا للجميع وراء الكنترول، المصورين الاستاذ رجب نجام، وللاذاعه والتلفزيون كلها، ولكل شيء بيحبنا. شكرا رجب، رافقتنا خلال الحلقه. شكرا لك المطرب والنجم وفيق حبيب، نورتني. شكرا لك. شكرا يا حبيب القلب. شكرا جزيلا. مستمعينا برجع بلتقي فيكم الحلقه القادمه. ضلوا بالخير.